السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، عندي سؤال. اتفضلي. في أخ مسافر دولة عربية يعني، وراتبه يكفي مصاريفه هناك ومصاريف أولاده في مصر، وهو والده أعطاه قطعة أرض يبني عليها، ولكنه لا يستطيع أن يكمل بناءها يعني، سقف البيت وكده، فهل يجوز إعطاؤه زكاة المال؟ أعيد السؤال. شخص مسافر دولة عربية، شخص سافر دولة عربية، نعم، ها، وراتبه يعني يكفيه ويكفي أولاده في مصر، راتبه يكفيه ويكفي أولاده في مصر. نعم، وهو يريد أن يبني، لكن يعني ليس معه مال يكمل به سقف البيت، طيب، تجوز له زكاة المال؟ راتبه اشتغل في الخارج نعم، وراتبه يكفيه ويكفي أولاده في مصر، أيوة مصاريف. نزكي عليه لماذا؟ هو يعني والده أعطاه قطعة أرض يبني عليها، لا لا لا، لا تجوز الزكاة. والده أعطاه قطعة أرض، قال يا ابني أنت الحمد لله أنت في السعودية، مرتبك يكفيك ويكفي أولادك، خذ قطعة أرض. هل تجمع له الزكاة حتى يبني عليها؟ لا يجوز. جزاك الله خيرا. وإياك.